المنظمات الدولية في سنة أولى بتنقسم دراستها لجزئين، النظرية العامة للمنظمات الدولية ودراسة تطبيقية لبعض المنظمات الدولية. وأول حاجة هناخدها في النظرية العامة للمنظمات الدولية النشأة والتطور للمنظمات الدولية. أول حاجة عايزين نفهم نشأة ظاهرة أو فكرة التنظيم الدولي، إزاي المجتمع حس إنه محتاج تنظيم دولي. زي ما احنا عارفين الإنسان اجتماعي بطبعه، بيحب يعيش في جماعة. الجماعات دي مرت في تطورها التاريخي بمراحل عديدة، بدأت بالفوضى وانتهت بالتنظيم. حتى التنظيم ده مر بمراحل عديدة، يعني ما بدأش على وتيرة واحدة وانتهى على وتيرة واحدة، فضل ياخد شكل تدريجي لحد ما وصل لشكل المنظمات اللي عليه حاليا، زي مثلا منظمة الأمم المتحدة، ودي أصلا هتبقى المثال التطبيقي اللي هندرسه إن شاء الله.